حضرتك كنت في مكة بتعمل حوار مع رئيس السنغال مثلا. كنت منتظر يعني في كان في موعد وهو كان بيعمل عمرة او كده وفي موعد معاه في مكة. وانا في الريسبشن عرفت ان شادية موجودة في نفس الاوتيل يعني. فانا سبت اللي في ايدي كله وركزت على الهدف ده يعني. سبت رئيس يعني هو موجود يعني. فروحت للريسبشن قلت له انا فلان وكده وحاجات من ديت. هو مصري طبعا فقال لي صعب جدا وهي منع ان حد يتصل او كده ومفيش توصيل يعني حتى لو انا حاولت هي السماعه مرفوعه في ال... طب حاول تاني مش عارف ايه. المهم كان سنه كام بالظبط؟ ده كان في اظن في منتصف التسعينات او في بدايه 93 94 حاجه زي كده تقريبا يعني. فاصريت يعني قلت بقى هخل يعني مش همشي لما اشوف الحكايه دي يعني. وبالفعل اجريت الحوار مع رئيس السنغالي عبده ديوف واستنيت في الاوتيل ورحت للراجل تاني وقلت له يعني لازم باي شكل يعني بتعمل حوار مع رئيس جمهوريه ودماغك مشغول بشاديه او قصه شاديه عموما. وطبعا حاولت كذا مره على بعد المغرب كده قال لي طيب على كل حال هو الخط بتاعها شغال دلوقتي ادخل انت انا ماليش دعوه ادخل انت واتكلم. فدخلت كابينه كده واتكلمت فقالوا انا فلان الفلاني وانا مصري وانا كذا وكذا وكذا ولازم اقابلك باي شكل وانا مش عارف ايه وانا ايه وانا ايه وما اديتلهاش فرصه ان هي تقول لي ايه ولا ايه ولا لا ولا اي ولا اي حاجه وانا دي يعني مساله بالنسبه لي مش هتنازل عنها ودي هيكون اجمل عمل عملته في حياتي واحتمال اعمل كتاب عنها كمان. فقالت لي طب انا مش شادية. امال مين؟ قالت لي انا اختها وهي نايمه واوعدك ان انا هنقلها الكلام اللي انت قلته ده يعني. طيب اراجعك امتى ولا اجي امتى ولا؟ قالت بكره تعالى بكره. وبالفعل انا كنت في جده في ذلك الوقت يعني. كانت اعتزلت بقالها قد ايه بقى؟ كان اعتزلت مثلا بقالها 8 سنين او 7 سنين. وما كانتش عملت حوارات مطوله خالص حسب ما هي قالت لي. انا هقول لك الجزء اللي هي قالته لي هي ليه عملت معايا حوار فيما بعد يعني. المهم ان انا رجعت ثاني يوم وبرضه حاولت الحكايه وبعدين ردت اختها قالت لي اوكي انا قلت لها وهي فعلا عايزه تكلمك. فكلمتها فلان انا كذا وكذا قالت لي اوكي بس انت عارف ان بكره يوم الترويه كانت هي بقى جايه تحج وكده وانا في حاله من يعني روحانيه ما عنديش استعداد اتكلم في اي حاجه خالص بس اوعدك اخلص واروح الترويه واروح منها واخلص المناسك الحج وتكلمني تاني وانا هكلمك اوعدك ان انا هكلمك. ما قالتليش ان انا اعمل معاك حوار يعني. قلت لها اوكي. راحت عملت الحج وانا مستني وبعد ما رجعت من الحج كلمتها تاني قلت لها انت وعدتي وكده قالت لي انا وعدت وقالت كلمه يعني ما زلت اعتز بيها يعني وان هي سالت نفسها وهي في عرفه هتعمل حوار ولا مش هتعمل واستقرت ان هي هتعمل معايا حوار. وده كانت مساله بالنسبه لي جميله جدا يعني. قلت لي اوكي. طيب قالت لي بس مش هنا بقى مش في السعوديه يعني تجي لي مصر ونعمل الحوار مع بعض. بعدين بدأت أقرأ شوية عنها وبدأت أجهز أسئلة عنها وحسيت بارتباك شديد جدا. أنا ما يعني على ما قابلت من زعماء كتير يعني ما أحيانا ما كنتش بحضر يعني قوي زي ما أنا المعلومات كلها في دماغك حاضرة كلها في دماغي حاضرة. فاجتهدت في أسئلة كانت المفاجأة الأقصى والأصعب عليا إن أنا مجرد ما وصلت قدام جنينة الحيوانات كنت واخد تاكسي ونزلت والتاكسي مشي وفيه الورق بتاعي كله بكل ما حملته الأسئلة اللي أنت محضرها كل الأسئلة اللي أنا محضرها لها راح مع التاكسي. فطلعت هي فتحت لي الباب مفيش خدامة ولا في حاجة هي فتحت لي الباب أهلا وبعفوية وبجمال غير طبيعي غير كل الأفلام اللي أنا شفتها. وده ده ده الجزء اللي أنا يعني جاي أتكلم فيه يعني غير كل الأفلام اللي أنا شفتها من عفوية ومن تلقائية ومن بساطة ومن وبشاشة. تلقائية وبشاشة ومصرية صميمة حقيقية ومن عبقرية بس يا أستاذ شريف
حضرتك عارف لو حضرتك كنت بالنسبه لي مثلا بتقول له ايه صحفي في مستهل الطريق ساعتها كان ممكن يبقى في حاله انبهار انما انت واحد جاي مقابل رؤساء وزراء ومقابل رؤساء يعني ما عندكش ميل طبيعي للانبهار. انا هقول لك حاجه اكتر من كده، انا كنت واخد جائزه احسن صحفي عربي قبل ما اقابلها مباشره، انا فزت باول جائزه الصحافه العربيه اللي هي في دبي الاول، اول واحد خدها انا، بس شاديه بالذات كنت انا يعني متوتر يعني، فلما دخلت وهي قابلتني بهذه البشاشه والعفويه دي اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه وجيت امتى وعملت ايه، وقعدت تحكي لي عن الحج وعملت كذا والامور طلعت سهله جدا وكنت انا يعني مش عارف احفظ. كان وقتها عندها تقريبا كم سنه يا استاذ شريف؟ كانت اعتقد نقول في اواخر الستينات اذا قسنا العمر اللي هم بيقولوا عليه دلوقتي بتاريخ الميلاد المتداول فتبقى يعني. سبعين مثلا حاجه زي كده، انما يعني بالرغم ان هي حاجه وستين سنه بس البشاشه البشاشه وصحتها والمرح ما تخلاش عنها خالص، ولا الصوت الجميل العذب الصافي الرنه دي في صوتها وهي بتتكلم رنه، وانت عليك سمعتيها في الحوار رنه خاصه بيها ووهج خاص بيها وسطوع في وشها خاص بيها، سطوع تاني خالص غير بتاع الافلام وغير، ومش هقول لك بقى دروشه ولا حاجات من ديت ولا نور الايمان لا، بس فعلا شيء مختلف حاجة كانت بنروحها حاجه حلوه بالفعل كده. طيب جيت امتى مش عارف ايه حاجات كده، طب اتغديت؟ قلت لها طبعا اتغديت فين؟ قلت لها اتغديت في البلد عند ماما. قالت اتغديت فطير؟ قلت لها اتغديت فطير. قالت انا عايزه فطير، تبقى تجيب بقى فطير وعسل ومشي وحاجات كده يعني، وقد كان بالفعل يعني. المهم انا راجل سياسي وبشتغل في السياسه وعملت حوارات مع زعماء العالم كلها ومدفوع دفعا ان انا اعمل هذا الحوار معك. فقالت لي طب بشرط. قلت لها ايه؟ قالت ان ما تلخمنيش باسئله، سيبنا اتكلم. فدي نزلت بردا وسلاما لان انا ناسي الاسئله في التاكسي، انا معيش اسئله اصلا. قالت طيب خلاص كويس سيبني بقى. هي طلبت منك انها تسترسل وخلاص يعني محطات بسيطه كده يعني، مثلا اقول لها زي ما قلت لها هنبدا من ايه؟ من طفولتك طبعا بالتاكيد. قالت لي اوكي وبدات تحكي عن طفولتك.